تعالوا نتعرف بقى على تفاصيل اكتر عن هذا الامر من خلال مكالمتنا مع الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك يا استاذ عمر. صباح الخير على حضرتك مستر كريم وعلى انا وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك يا فندم. طبعا تداعيات كورونا كل يوم والتاني بنشوف لها مظاهر مختلفه، يعني انعكاسات سلبيه جدا على كل الملفات وعلى كل الاصعده. الحقيقه حضرتك شايف ان الى اي درجه، يعني حتى الخبر اللي كنت لسه بقوله من شويه ليه انعكاسات هتستمر لمده 5 سنوات قادمه، فانت شايف الصوره بشكل عام عامله ازاي بعد جائحه كورونا؟ يعني هو برضو جائحه كورونا جت مع سياسات جديده بيتبعها الفيفا تحديدا وانفانتينو بشكل خاص، انه بيحاول يغير من شكل البطولات الاوروبيه والبطولات القاريه على مستوى العالم. فاعتقد انه التداعيات الاقتصاديه كبيره زي ما حضرتك قلت، في تداعيات بسبب البث التلفزيوني، في تداعيات بسبب انخفاض العوائد والرعايه وعدم وجود جماهير في الملاعب. يعني اعتقد ان كل ده على المدى البعيد هياثر، لكن فكره ان يبقى في بطوله جديده اللي هي الدوري الاوروبي الممتاز يعني هي فكره صعبه شويه. توقيتها كمان يمكن مش هو الانسب، ولا حضرتك شايف ايه؟ هو بالتاكيد مش هو الانسب، لانه كمان اللي بيقود المفاوضات دي بنك امريكي، والبنك الامريكي ده بدا يفاوض الانديه اللي هي تابعه لشركات امريكيه او ملاك امريكان. والكلام عن وجود 18 فريق في بطوله ذهاب واياب وبعدين الاوائل يلعبوا تصفيات اللي هي اختيار البطل، لكن اعتقد انه ده هيبقى صعب قوي. يعني حضرتك بتقوله كده باختصار ان السياسه دخلت في الاقتصاد دخلت في الرياضه. هو ده اكيد، يعني هو الموضوع يعني بالمناسبه انفانتينو بيحاول انه يقدم مشروع لافريقيا بهذا الشكل برضه. بطولات انديه يعني مثلا بطوله الدوري الاوروبي الممتاز دي، هم بيقترحوا ان حتى العوائد الماليه بتاعتها او تاسيسها يوصل ل 4.6 مليار ترليني، وانه الجوائز تبقى بارقام ضخمه وان الانديه الكبيره تحاول انها تشارك، لكن طبعا الاتحاد الاوروبي ورئيسه الكسندر تشيفرين واقفين ضد الفكره دي بشكل نهائي، وقايلين ان هم هيحافظوا على شكل المسابقات. حتى خافير تيبس رئيس رابطه الليجا او رابطه الانديه الاسبانيه برضو قال انه واضح ان اللي بيفكر في الفكره دي ما عندوش يعني اي درايه بقواعد كره القدم، وانها هتضر حتى بالاقتصاد بتاع كره القدم الفتره اللي جايه، فهي بتلاقي هجوم برضو في الوقت الحالي. بس هو لو تم اجازه هذا الامر فبطبيعه الحال عادي جدا ان كل قاره هتحب تنفذ نفس التصور ونفس الفكره، زي ما في بطولات يعني مستحدثه اوروبيا هيكون في نفس الكلام اسيويا ونفس الكلام افريقيا، وده ممكن الى حد كبير يغير خريطة الفعاليات الرياضية والبطولات العالمية لكرة القدم، ولا حضرتك شايف ازاي؟ يعني هو فعلا انا يعني زي ما قلت لحضرتك في بداية المداخلة، انفانتينو نفسه عنده مشروع للبطولات الافريقية للاندية، انه يكون في بطولة اندية كبيرة في افريقيا تصل عوائدها ل 5 مليار دولار، وان ده هو الخطة بتاعته على الفترة على المدى البعيد الفترة اللي جاية. فاعتقد ان هو توجه عالمي عند رئيس الفيفا نفسه، ولذلك هو عمل حاجة اسمها اتحاد انديه العالم الفتره اللي فاتت، واشرف على تاسيسه قبل فتره الكورونا على طول برئاسه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وهيبقى معاه بعد كده مسابقات الانديه. فاعتقد ان هو في النهايه هو توجه عالمي، لكن هل الاتحادات الاعضاء الاتحادات المحليه هتقبل ده او لا، ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. عموما احنا سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك وبنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ عمر البنوبي. صباح الفل على حضرتك.